رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عشائر وسكان مدينة الفلوجة إلى طرد ما وصفهم بالإرهابيين لتجنيب المدينة القصف وأخطار المواجهات المسلحة. يأتي هذا فيما تستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير في مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش والمرتبط بتنظيم القاعدة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي المعارضة حاصروا المقر الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام المعروف باسم داعش والمرتبط بتنظيم القاعدة في معقله بمدينة اللقة في شمال سوريا. قوات المعارضة تمكنت من تحرير 50 معتقلا كانوا محتجزين في مقر لداعش بينما قتل 50 في المعارك بين الطرفين. وفي حلب قتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم 3 أطفال في قصف نفذه سلاح طيران القوات النظامية على بلدة بزاعة في ريف المحافظة. قال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في قطاع غزة إن حكومته سمحت 300 من أعضاء حركة فتح الذين خرجوا من القطاع بعد القتال بين الحركتين في عام 2007 سمحوا لها بالعودة إليه فيما وصفه بأنه خطوة من أجل الوحدة الفلسطينية. أضاف هنية أن حكومته ستطلق قريبا صراح عدد من أعضاء فتح المسجونين دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، وأكد أنه وعد باتخاذ قرارات تساهم في تعزيز الوئام الداخلي وتفتح الطريق نحو الوحدة. كذلك نفى هنية اتهمت فتح بأن السجناء من المعتقلين السياسيين وقال إنهم سجنوا لقضايا تتعلق بالأمن الوطني. والآن وقفتنا في جولة مع أخبار الرياضة. محمد سليمان في انتظاركم بباقة من أخبار الرياضة بمنافساتها المختلفة. شكرا هبة.